time for English. Unit 6. Lost and found things. الأشياء التي وجدت والأشياء التي فقدت. Part 2. Lessons 3 and 4. Grammar, possessive adjectives and possessive pronouns. النهاردة هناخد في الجرامر صفات الملكية وضمائر الملكية. Possessive adjective and possessive pronoun. Possessive adjectives and possessive pronouns. صفات الملكية وضمائر الملكية. تعالى لازم الجدول ده نحفظه ونعرفه، مهم جدا، على اساسه هقدر احل اي اسئله تبع البوسيسيف adjectives and possessive pronouns. اول حاجه كده، اول كلمه عندي هنا subject pronouns، يعني ضمائر الفاعل. ضمائر الفاعل اللي هي he, it, I, you, we and they. He, she, it, I, you, we and they. تمام. عندي هنا البوسيسيف ادجكتيفز اللي هي سكند كولمن اللي هو العمود الثاني عندي اهو. بص كده، بوسيسيف ادجكتيفز يعني ايه؟ بوسيسيف ادجكتيفز صفات الملكية. الملكيه من اسمها كده صفه، يبقى لازم بيتبعها ايه؟ اسم، ناون، اسم. يبقى ناخد بالنا طالما بوسيسيف ادجكتيف يعني صفه ملكيه، طالما صفه يبقى لازم تكون مدبوعه باسم، ناون. تمام. طيب هو انا بحط صفات الملكيه على اساس ايه؟ لازم ابص للسبجكت، لازم ابص للايه؟ للسبجكت. للسبجكت على اساسه بختار بوسيسيف ادجكتيف بتاعتي. طيب يعني عندي هنا السبجكت هي يعني adjective. هو انا عايز اقول الكتاب ملكه. ملكه هو ملكه، هقول يعني كتابه. هقول هيز بوك. هيز بوك كتابه يعني هيز بوك. ليه اخترت هيز؟ يبقى هنا البوسيسيف ادجكتيف بتاعتي، الصفه بتاعتي بتاعت الملكيه هيز، جايه مع سبجكت هي. جايه مع سبجكت هي. طيب يعني هي هو، هيز بوك يعني كتابه، ملكه. تمام. طيب هنشوف كده السبجكت شي، يعني ايه شي؟ هي. هي طب عندي هنا هير بوك، يعني ايه هير بوك؟ كتابها. كتابها يعني ملكها. هنا البوسيسيف ادجكتيف صفه الملكيه بتاعتي هير، صفه الملكيه بتاعتي ايه؟ هير. هير ليه؟ لان عندي السبجكت شي هي، عايزه اقول حاجه دي تبعها او ملكها، تبقى هير. بحط الضمير وبعدين بحط وراه ناون. ده معناها ملكها. يبقى بوسيسيف ادجكتيف لازم تكون مدبوعه باسم. لو حطيت هير لازم احط بعديها بوك، لو انا قصدي بوسيسيف ادجكتيف صفه ملكيه، يبقى الصفه مدبوعه باسم. عندي بعد كده السبجكت ات، هو او هي لغير العاقل. احنا عارفين ات يعني هو او هي الغير العاقل. طيب برضو معناه ايه؟ قال لي لو قلت بوسيسيف ادجكتيف بتاعته الصفه الملكيه بتاعته اتس، اتس كولر، يعني بكتب اتس واحط مثلا الكولر اللي انا عايزاه، لونهم. لونهم لونهم لونها، خلاص لونها او لونه. تمام. لو انا قصدي مثلا اتس تيل، يبقى قصدي مثلا لو على حاجه ليها ذيل يبقى اتس تيل، ذيله او ذيلها. تمام. طيب عندي هنا اي سبجكت، اي بمعنى انا. انا طب بوسيسيف ادجكتيف بتاعتي لو يعني انا عايزه اقول ده كتابي او ملكي، يبقى هقول صفه الملكيه بتاعته ماي بوك. ماي. طب احنا قلنا ماي دي صفه لازم يكون بعديها ناون. ناون. عشان كده بقول مثلا ماي بوك يعني ماي نيم، كتابي. ماي نيم اسمي. ماي بن قلمي. خلاص. يبقى هنا البوسيسيف ادجكتيف بتاعت سبجكت اي ماي بوك. تمام. ولما اكتب ماي لازم اتبعها بايه؟ ناون. هنا كاتبين بوك كا اكزامبل، يعني فور اكزامبل كده. خلاص. لكن ممكن اكتب بقى اي ناون تاني. عندي هنا السبجكت يو بمعنى انت او انت، انت او انت. طيب هنا جاي سنجولر، هنا جاي ايه؟ سنجولر بمعنى انت او انت، يعني للمفرد. تمام. بوسيسيف ادجكتيف بتاعتي الصفه الملكيه بتاعتي يور، يور. خلاص. الصفه بتاعتي بتاعت يو يور. طيب بمعنى ايه؟ قال لي بمعنى ملكك، بمعنى ملكك. طيب قال لي يور لازم اجيب وراها ناون. فور اكزامبل مثلا يور بوك يعني كتابك، يور بوك يعني كتابك او كتابك. تمام. عندي السبجكت وي بمعنى نحن، نحن. طيب هنا البوسيسيف ادجكتيف اور، البوسيسيف ادجكتيف بتاعتها اور،
our. Our books يعني كتبنا. كتبنا خلاص. Our books. بص ملاحظ ايه؟ books يعني كتبنا احنا كلها جمع. خلاص. يبقى هنا we بستخدمها اصلا مع البلورال مع الجمع. عشان كده البوسيسيف ادجكتيف بتاعتها our. Our بمعنى books. نحن ملكنا. ملكنا كتبنا. معنى ملكنا. Our books يعني كتبنا او ملكنا. عندي هنا subject they بمعنى نحن هم. هم they subject they معناه هم. هم. طب هنا possessive adjective بتاعتي their books. Their books بمعنى ايه؟ كتبهم. كتبهم ملكهم. ممكن بقى اقول مثلا their keys مفاتيحهم. تمام. يبقى هنا their books يعني كتبه. يبقى عندي هنا he هتبقى possessive بتاع adjective بتاعتها ايه؟ his book. his. she possessive adjective her book. It possessive adjective its book its color. I possessive adjective my book. You possessive adjective your book. We possessive adjective our books. They their books. Their books. تمام. يبقى أول حاجة أن قلناها هي subject اللي هو الفاعل subject pronouns اللي هي ضمائر الفاعل. بعد كده قلنا possessive adjective اللي هي صفات الملكية. وعرفنا كمان ان هي لازم تكون مدبوعة بنون او مدبوعة باسم. الصفات دي لازم تكون مدبوعة باسم عشان انا بقول عليها adjective يعني صفة. والصفة بيتبعها نون. طيب. اخر حاجة هنا في الجدول عندي possessive pronouns. يعني ايه possessive pronouns؟ يعني ضمائر الملكية. ضمائر ملكية. بيقول لي هنا ضمائر الملكية. تمام. انا ما قلتش صفة. يبقى ايه؟ يبقى مش هيجي وراها اسم او ناون. اسم او ناون. انا خدت بالي بنا. انا خدت بالي ميس ان مفيش وراها ناون في الجدول. مفيش وراها ناون حتى في الجدول. مش هتلاقي في العمود الثالث دوا مش هتلاقي اي ناونز. ليه؟ عشان انا بقول possessive pronouns ضمائر الملكيه. فهنا ما قلتش صفه يبقى مش هيجي بعديها ناون. مش هيجي بعديها اسم. طيب بصي كده معايا. انا برضو لازم برضو اتبع السبجكت. يعني لازم اخد بالي من السبجكت على اساسه بختار possessive pronoun ضمير الملكيه. عندي هنا هي السبجكت بتاعي كان بوسيسيف ادجكتيف كانت هيز بوك. طب ينفع اقول يا ميس لما بوسيسيف بروناون ينفع اقول اتس هيز؟ قال لي هنا البوسيسيف بروناون ضمير الملكيه هيبقى هيز. على اساس ايه؟ قال لي هنا صفه الملكيه هيز بوك. اما الضمير بتاع الملكيه هيبقى هيز بس بدون ناون. انا عايز اقول ملكه بس ما اقولش ملكه بس. كتاب ملكه اقول اتس هيز. لو انا هقول مثلا كتابه هقول it's his book. طب لو انا هقول ملكه هقول it's his. خلاص من غير book خالص. يبقى ده اسمه possessive pronoun ضمير ملكية. يبقى هنا هي هتبقى his book his صفة الملكية وpossessive pronoun ضمير الملكية his. عندي هنا she her book. her book ده كان possessive adjective اللي هو صفة الملكية بتاعته. كتابها. اللي هو معنى كتابها. طب ينفع اقول ملكها وخلاص ما اقولش هي مش لازم اكتب بوك؟ قال لي لو انا هشيل بوك يبقى هحط مكانها اس هتبقى هيرز. اتس هيرز. هيرز يعني ملكها. هيرز يعني ملكها. هنا لقيته ايه؟ قال لي هنا بروناون ضمير بدون اسم. الضمير ما بيجيش وراه اسم. خلاص يبقى هيرز بمعنى ملكها. ملكها. جي وراها اسم؟ لا غير. لا ما بيجيش. possessive pronouns غير مدبوعه بناون او باسم. يبقى هنا possessive pronouns غير مدبوعه باسم. تمام. عندي هنا it السبجكت بتاعي it. طيب possessive adjective اللي هي صفه الملكيه بتاعتي هتبقى كانت its color. its color. طب بص هنا possessive pronouns قال لي هنا ملوش ضمير ملكيه. ملوش ضمير ملكيه. ملكيه خلاص. ليه صفه ملكيه فقط its بس. تمام. طب بص ملاحظ ان it's هنا فيها apostrophe. قال لي لا يبقى ناخد بالنا نفرق بين it is لما دي تيجي في الاختصار و it's من غير apostrophe. لو من غير apostrophe يبقى دي possessive adjective صفة ملكية. تمام. كانت it is دي كانت it و is وراء يعني apostrophe verb to be. لو في apostrophe يبقى دي اختصار ل it is. طب لو ما فيش apostrophe يبقى دي possessive adjective صفة ملكية معناها it's ملكه أو ملكها لغير العاقل. عندي هنا subject I possessive adjective بتاعتي هي my book. My book يعني كتابي. لا خلاص. طب ماشي ينفع أشيل كلمة book دي خالص؟ قال لي أيوه. بس لازم أغير possessive pronouns بتاعي هيبقى mine. mine. It's mine. mine. It's mine يعني mine ده ملكي. يعني ملكي. mine يعني ملكي. يبقى إيه الفرق بين my book و mine؟ قال لي my book يعني كتابي.
اللي هو البوسيسيف ايه؟ adjective. adjective. والفرق بينها وبين ماين، ماين دي ايه؟ بوسيسيف بروناون، يعني pronouns. ضمير ملكيه وبيكون غير مدبوع باسم. ضمير ملكيه وغير مدبوع باسم، يعني انا ينفع اقول it's my book او it's mine. تمام؟ عندي هنا subject you. بوسيسيف adjective كات يو بوك. بمعنى؟ كتابك. كتابك اللي هو ملكك. أو كتابك صح؟ او كتابك او كتابكم، لان يو دي ممكن تكون بمعنى انت او انتي او انتم للجمع. تمام. هنا عندي possessive pronouns هيبقى yours. possessive pronoun هيبقى yours معناه ملكك او ملكك. تمام. او ملكهم. او ملكهم، ملككم. عندي هنا subject you، your book و yours. بعد كده عندي subject we، our books. Our books بمعنى كتبنا. كتبنا. Our books بمعنى كتبنا. كتبنا. طب ينفع اشيل كلمة books؟ لو انا شلتها يبقى انا كده هجيب البوسيسيف بروناونز. طب البوسيسيف بروناونز من وي؟ Ours. Ours. Possessive pronouns من وي؟ Ours. Ours. Ours بمعنى ملكنا. Ours بمعنى ملكنا. ملكنا. تمام؟ يبقى هنا وي، our books. Ours. Ours. احنا قلنا our books اللي هو possessive adjective. وours اللي هي possessive ايه؟ pronouns. pronouns اللي هو ضمير الملكيه، وours ما جاش وراها noun. اسم بس جه معاها ايه؟ اس. اس. يبقى تلاحظ كده ان كلهم بيتحط لهم ايه؟ اسم عدا ماين. تمام. وهيز اصلا في اخرها اس. عندي كده they subject. they subject بتاعي they بمعنى هم. طيب possessive adjective اللي هو صفه الملكيه بتاعتي their books. their books يعني ايه their books؟ كتبهم. كتبهم اللي هي ملكهم. طب لو انا شلت books هجيبها ايه؟ possessive pronoun. possessive pronouns تبقى theirs. theirs. هشيل books خالص واحط لها اس، هتبقى كده جبت ال possessive pronoun اللي هو ضمير الملكية. whose يعني question word يعني اداة استفهام بمعنى لمن. بمعنى لمن او ملك من. عندي هنا whose مختلفة شوية عن الكويستشن الثانية، لأن بيجي بعديها noun of thing يعني اسم الشيء اللي أنا بسأل عنه ملك من. طيب noun of thing لازم يكون يا إما singular يا إما مفرد or plural جمع. هنا noun of thing لو singular بيجي وراه verb to be is plus this or that. عندي هنا this اسم إشارة للمفرد القريب قريب، و that اسم إشارة للمفرد البعيد البعيد. تمام. طيب نشوف بعديها. عندي هنا هوز معناها برضو من او لملك ملك من. بعديها بيجي noun of things يعني اسم الاشياء اللي بسأل عنها، يعني هنا هيجي plural. ده لو كنت بسأل جمع. على اسم جمع بستخدم noun of things. بعد كده verb plural. To be or verb to be or. يبقى عشان لو هو plural جمع بستخدم verb to be or. بعد كده عندي هنا these or those. these اسم اشاره للجمع الجمع القريب. بستخدمها كاشاره للجمع القريب. وهنا زوز اشاره للجمع الايه؟ البعيد. البعيد. تمام. تعال نشوف كده اكزامبلز يعني امثله. هوز كاميرا از ذيس يعني كاميرا من هذه او لمن هذه الكاميرا. عندي هنا هوز جي وراها ناون كاميرا، ده سينجولر او بلورال؟ سينجولر. سينجولر. طيب طالما عشان هو سينجولر لازم يجي وراه فيرب تو بي ايه؟ از. از. خلي بالك عشان لما تيجي في الاسئله. واسم اشاره برضو للمفرد. والاسم الاشاره برضو يكون للمفرد. هنا زيس للمفرد. تمام. هوز كاميرا ايديس. انا بقول لمن هذه الكاميرا. تعال نشوف الانسر بتاعتها. اتس او ات از ماي كاميرا. ات از ماي كاميرا. كاميرا. هنا بيقول لي it is. بدأ ليه it is؟ لان انا بسأل عن اسم ايه؟ اسم مفرد. مفرد. ينفع اكتب بدل this is اللي في السؤال اكتب في الاجابة it is. it is. وينفع انزلها زي ما هي this is. تمام. اول حاجة بنشيل whose، بعد كده بنشيل question mark. تمام. زي ما متعودين شيل اداة الاستفهام وعلامة الاستفهام. طب هنزل بعد كده ايه؟ this is او لو انا عايز اشيلها it is. it is اعوض عنها ب it is لانه ده singular مفرد. طيب عايز اقول الكاميرا دي كاميرا بتاعتي. دي ده possessive pronoun
possessive adjective. Possessive adjective يبقى أنا هقول it is my camera. لو أنا هجاوب بصفة الملكية هقول it is my camera. ولازم أنا كتبت تكون مطبوعة باسم عشان دي صفة. عشان ماي دي ايه صفة ملكية لازم تكون مطبوعة باسم الكاميرا بتاعتي. طب لو أنا هجاوب بطريقة تانية يعني نشوف الطريقة التانية. أنا ممكن أقول دي ملكي. ممكن بدل ملكي. ما أكتب كاميرا خالص هجيب ضمير الملكية اللي هو البوسيسيف روناون. هقول it's mine. It's mine يعني معناها انها بتكون ايه ملكي. ماين يعني ملكي. ما كتبتش كاميرا ليه؟ لان هنا الضمير الملكية بتاعي غير مطبوع باسم. example number two. Whose keys are these? لمن هذه المفاتيح؟ يبقى المرة دي انا بسأل عن بلولر. بلولر ناون يعني بسأل عن اسم جمع. keys ده keys ده بلورال ناون اسم ايه؟ جمع. طيب تعالى نشوف الانسر بتاعتها. هنا بدأ الانسر بتاعتي بذي. طب ليه؟ انا اول حاجة بشيلها هي هوز وبعد كده question mark. طب هنا زي بدأ بزي ليه؟ لان ده اسم جمع وما ينفعش اعوض عن الاسم الجمع غير بزي. غير بايه؟ زي. ينفع اكتب بدلها زيز اللي موجودة في الكويستشن صح؟ الاجابة لو انا كتبت زيز صح. لو انا كتبت زي صح. طيب فيرب تو بي عندي هنا ايه؟ ار. ار لان الاسم جمع. ذي بتاخد ار. تمام. طب انا عايزه اقول مفاتيحها. طالما مفاتيحها يبقى انا هجيب صفه ملكيه. صفه الملكيه بتاعتي ايه؟ مفاتيحها ملكها هي. بوسيسيف ادجكتيف هير كيز. خلاص يبقى هنا صفه الملكيه بتاعتي هير. وليه كتبت كيز وراها؟ لان هنا هير صفه لازم اكتب الناون بتاعها هير كيز. تمام. الانسر الاجابه الاخرى ها ممكن اقول they are hers. they are hers يعني ايه they are hers؟ يعني هم ملكها. ليه ما كتبتش كيز؟ قال لي هنا انا شلت كيز وحطيت اس يبقى كده جبت بوسيسيف بروناون. ضمير ملكيه بيكون غير مطبوع باسم. خلاص عشان هو غير مطبوع باسم. choose the correct answer يعني اختار الاجابه الصحيحه. نمبر 1 هنا عندي نقط اللي هي السبيس بعد كده glasses are mine. يعني ايه glasses؟ نظارة وآر. طبعا ليه حطيت آر؟ لأن النظارة جمع. جلاسز دي بلولر ناون. ملكي النظارة بتكون ملكي. تمام. خد بالك أنا عمال أقول إيه؟ ليه اخترت آر؟ ليه جلاسز آر؟ لأن النظارة جمع. النظارة بتعامل معاملة الجمع. الجمع. عندي هنا زيس اسم إشارة للمفرد القريب. وزوز اسم إشارة للمفرد للجمع البعيد. للجمع البعيد. وذات اسم إشارة للمفرد البعيد. وذير بمعنى يوجد. يوجد. طيب أنا عايزة هنا حاجة للجمع لأن glasses تعامل معاملة الجمع. تمام. لأن glasses هنا اسم إيه؟ جمع. طيب إيه اللي هختاره؟ those glasses are mine. إيه الموجودة للجمع؟ those. those glasses are mine. يبقى الاختيار بتاعي هيبقى those glasses are mine. يعني هذه النظارة بتكون ملكة. ملكة. نمبر 2 whose pencil space that. ده question. تمام. واحنا قلنا الquestion ناخد بالنا منه عشان بيجي في الأسئلة. عندي هنا هوز وبنسل singular or plural. بنسل singular. بمعنى قلم رصاص. وذات اسم إشارة للمفرد البعيد. وهنا ذات للمفرد برضو. تمام. تعالى نشوف التشوز بتاعتنا. التشوز بتاعتنا am are are is do. طب ايه اللي هيناسب ايه؟ بنسل هوز بنسل هوز بنسل هياخد فيرب تو بي از عشان بنسل سينجولار. ريد اند سيركل ذا اود وان يعني اقرا وخد واختار حط دايره على الاجابه المختلفه او الكلمه المختلفه. نمبر 1 وير وين هوز ذوز. عندي هنا وير وين هوز ذوز كلهم ايه؟ ملاحظ كلهم ايه؟ ها question where ما عدا ها ذوز. ذوز يبقى except ذوز يبقى دي odd one بتاعتي. تمام. number two I my his our. بص كده معايا احنا اخدنا I ده عبارة عن ايه؟ subject. subject وقلنا my his our دول ايه؟ دول possessive adjective. صفات ملكية. دول صفات الايه؟ الملكية. ينفع السبجكت يبقى معاه الصفات الملكية؟ لا. يبقى مين المختلف؟ اي لان اي هو السبجكت. نمبر 3 جاكيت دريس شيرت ايت. جاكيت دريس شيرت ايت. ملاحظ كلهم ايه؟ all of them clothes.
clothes except, يعني ملابس except eat verb eat بمعنى يأكل ده verb خلاص يبقى الـ good one بتاعتي eat for next time هنا عندي phonics time يعني وقت الصوتيات ناخد بالنا من الساوند الصوت final why 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 يعني why يعني why حرف الواي ده هيجي فين الليتر واي هيجي في النهايه في الاخر طب الساوند بتاعه هيبقى ايه هنا اي اي هتبص كده على ترانسكريبشن بتاعه اي طيب عندي هنا ايه sky sky شايف الفاينل final بتاعي ايه اي طب الساوند sky اي اي يبقى هنا الواي الساوند بتاعه لما يكون في الاخر اي مع بعض الكلمات بيبقى اي تمام عشان كده بقول sky what's the meaning of sky سماء سماء sky سماء عندي هنا بص نمبر جولاي جولاي اللي هو شهر ايه جولاي شهر سبعة طب in English جولاي جولاي بص الواي هنا sound اي جولاي تمام sky جولاي عندي هنا الولد بيعمل ايه الطفل ده cry cry يعني cry يبكي يبكي بص final why I cry I sky July cry عندي هنا ايه ها fry شايف البطاطس اهو يبقى يعني يقلي fry final why I تمام يطير ها fly يطير fly fly يبقى هنا الساوند بتاع الفاينل واي اي سكاي جولاي كراي فراي فلاي باي باي هنا شايف الومن هنا بتشتري يباي يعني يشتري يشتري يبقى هنا سكاي جولاي شهر سبعة كراي يبكي فراي يقلي فلاي يطير باي يشتري طيب فاينل واي تاني طيب هل هو مع كل الكلمات هيبقى اي قال لي لا هيختلف في بعض الكلمات هيبقى اي فاينل اي واي هيبقى الساوند بتاعه اي اي بيبي 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 يعني ايه بيبي طفل رضيع it means طفل رضيع كاندي كاندي what's the meaning of حلوة كاندي حلوة حلوة هنا هتلاحظ بص الواي في الاخر اهي بس الساوند مختلف بارتي بارتي what's the meaning of بارتي حفله حفله بيبي كاندي كاندي بارتي ماني 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 it means نقود نقود فاميلي فاميلي it means عائله عائله صني مشمس صني يبقى هنا الفاينل واي هنا ساوند ايه بيبي كاندي بارتي ماني فاميلي صاني بيبي كاندي بارتي ماني فاميلي صاني بيبي 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 طفل طفل كاندي حلوه بارتي حفله حفله ماني نقود فاميلي عائلة صاني مشمس look and answer the question انظر وجاوب السؤال اول حاجة what can you see ماذا ترى هنا بشطب عليك what question word وعندي question mark بنزل you تنزل في الاجابة ايه I بعد كده عندي can see I يبقى انا لازم ابدا الاجابه باي كان سي بعد كده اشوف بقى الصوره ايه اللي عندي ها اي كان سي ا بيبي صوره بيبي يبقى هنا هقول اي كان سي ا بيبي دو يو لايك كاندي دو يو لايك كاندي طب احنا عارفين ان اي هيلبنج فيرب في اول السؤال بمعنى هل يحب الحلوى وهو في الصوره قدامي في صوره حلوى يبقى الكلام ده يس اور نو يس
هجاوب يس وبعد يس لازم احط الكومه. مهمه جدا ان انا احط بعد يس كومه، واحنا عارفين ان هنا السبجكت يو بينزل في الانسر بتاعتي ايه؟ اي. اي بعد كده بنزل ايه الهيلبنج فيرب بتاعي؟ دو. بعد كده احط فول ستوب لان دي انسر يس. اي يس اي دو. طيب ينفع اعمل انسر ثانيه؟ او ممكن اكتب كومبليت انسر يس اي لوك كاندي اي لايك كاندي. اه يس اي لايك كاندي، يعني ايوه انا بحب الكاندي. Excel yourself. Look and write three sentences. بشوف الصورة هنا واكتب عليها ايه؟ three sentences. ده سؤال المتفوقين، اختبر نفسك. Look and write three sentences. يعني هتنظر للصورة وتكتب ثلاث جمل. Goodbye my student.